عام مضى على افتتاح وتشغيل هيئة مستشفى شبوة العام، مليء بالإنجازات والنجاحات والخدمات الطبية المتميزة والمجانية التي لمسها المواطن في شبوة والمحافظات المجاورة، وكانت محل تقدير كبير من قبل السلطة المحلية والمجتمع الأهلي في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، وكان في مقدمة حضوره قيادات السلطة المحلية بالمحافظة. سعد كثيرا وفي غاية السرور والفرح بانتهاء عام حقيقة مهما قلنا من عبارات أو كلمات لن نوفي الطاقم وقبلهم الداعم دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة خليفة على دعمهم وإسنادهم لتجهيز الهيئة هيئة عتق العام. كان عام فيه من الإنجازات، فيه من الإبداعات، فيه من العطاءات الكثيرة يصعب حصرها في مقام واحد. في هذا المقام لا مجال للكلمات الإنشائية، بل تحضر هنا لغة الأرقام. 70,000 مريض ومريضة استفادوا من خدمات المستشفى، ونحو 3,000 عملية جراحية متنوعة أجريت، عكست مدى الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة في المستشفى بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية. الفضل الكبير لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية التي تقوم بها وقامت بها مسبقا وما زالت تقوم إلى اللحظة في شبوة وغير شبوة في المحافظات الجمهورية، فعلى الأعمال الإنسانية اللي يقومون بها العظيمة والجسيمة، فكل الشكر والتقدير لهم، وشكر أيضا للشركة الهندية شركة بورجيل على ما تقدم إدارة متميزة، وشكر لجميع أخصائيين وأطباء عموم ومرضي مرضات وكادر طبي وفني في المستشفى. نحن فخورون اليوم في هيئة مستشفى شبوة العام بأكمال سنة، سنة من الإنجازات، سنة من العمل التكاملي، سنة من العمل اللي هو ما يسمى بالعمل الجبار اللي هو تم فيه إنجاز كثير من العمليات، ونشكر صراحة كل من القائمين على هذا الشيء لأنهم وفروا لأبناء شبوة مستشفى يلبي احتياجاتهم فيحدهم من عناء السفر إلى حضرموت أو إلى عدن. مسك ختام الحفل تكريم الطاقم الطبي والإداري وسط فرحة عارمة تتخللها فقرات من الفن الغنائي الأصيل ومشاهد من الثقافة الشعبية والإنسانية. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة.